السلام عليكم ورحمة الله. دائما مع موضوع موعد منحة البطالة 2024، يعني كاين هذا الصفحة عمل ديزاد، يعني دائما تجيب الأخبار الصحيحة على الفيسبوك. رأيت هذا المنشور، يعني أردت أن أفهم بعض الأشخاص يعني على طريقتي الخاصة هنا في قناتي على اليوتيوب. تقول هذه الصفحة كاين معلومة يجهلها الكثير، وهي أن في نفس الولاية كاين شحال من وكالة، بمعنى يمكن تكون مواعيد متاحة في وكالة من بلدية من البلديات ولا تكون متاحة في بلدية أخرى. بمعنى ذلك، يعني هذه الصفحة على حق، الوكالة الوطنية للتشغيل يعني توجد في كاين ولاية صغيرة فيها وكالة واحدة أو اثنين أو ثلاثة، كاين ولايات كبيرة فيها حتى أربع وكالات أو خمسة، يعني خمسة أنام أو ستة في ولاية واحدة. ليس شرط يعني تسكن في الجهة الجنوبية راح تسجل في الجهة الشمالية أو العكس، لكن كل بلدية أو كل وكالة يعني عندها كثافة سكانية تابعة لها أو مجموعة بلدية تابعين لها. ليس شرط أن تكون جميع الوكالات في ولاية واحدة يعني تفتح موقع منحة البطالة في وقت معين. أعطيكم مثال، برج بوعرايريج فيها 3 وكالات، وكالة الوطنية لتشغيل برج بوعرايريج عندها مجموعة بلديات، كاين أيضا وكالة الوطنية للتشغيل بلدية المنصورة تابعة لها 4 أو 5 بلديات، وكذلك الوكالة الوطنية للتشغيل براس الواد يعني لانيم تاع راس الواد تابعين لها 5 بلديات أو 6 بلديات. هذا مثال عن برج بوعرايريج فقط، يعني تقدر تلقى في بلديتين مختلفتين، واحدة فيها مواعيد متاحة وأخرى غير متاحة. هذا كتوضيح فقط يعني باش الناس تفهم، راه ما كانش بروبلام، كاين يعني كثافة سكانية، يعني بإمكانكم الحجز في بلدية ما ولا يمكنكم الحجز في بلدية أخرى. ما عليكم فعله سوى الانتظار لفتح الموقع، مرة على مرة زوروا موقع ممكن تلقاوه مفتوح في بلديتكم حتى يتسنى لكم التسجيل وحجز موعد مقابلة منحة البطالة.